السلام عليكم شباب، معكم يوسف الساطوري مراكشي. الموضوع ديال اليوم بخصوص الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن والناس اللي باغيين يبداو مرحله ديال التنشيف. احسن الوقت لهذه القضيه هذه هو هذا الوقت دابا، والوقت ديال البرد. علاش؟ لان الجسم ديال الانسان في مرحله في الفتره ديال البرد كيكون كيستهلك طاقه اكثر من الايام العاديه باش يحافظ على درجه الحراره ديال الجسم ديالو معتدله. اذا الجسم كيبدل كيحتاج طاقه ضعف اكثر من الايام العاديه، طاقة باش يحافظ على درجة الحرارة الجسم معتدلة، وطاقة اللي كيحتاجها في ديك المجهود البدني اللي كيبذل. هادشي علاش أحسن وقت هو هاد الوقت، هذا الوقت ديال البرد. بالنسبة للناس اللي أول مرة غادي يبداو يجريو، اللي مولفينش كيجريو، راح كيلقاو واحد الصعوبة أنه باش يخرج من الدار. يعني الوقت خصو دايما يختار الوقت اللي مناسب ليه، يعني ماشي بالضروري يكون الصباح بكري، لان الا اختار الصباح بكري اول حاجه غيكون عنده تحدي، غيكون عنده بزاف التحديات. التحدي الاولاني هو انه يفيق من الناس، التحدي الثاني هو انه يخرج من الدار، التحدي الثالث انه يبدا يجري. ولهذا خصو يختار هذا وقت مناسب ليه اللي ماشي بالضروري يكون الصباح بكري. ثاني حاجه ملي بغى يخرج يحدد واحد المسافه، يحدد واحد البلاصه غادي يمشي ليها، وملي يبغى يخرج يدير في بالو انه غادي يتمشى. يخرج يبدا يتمشى على الاقل واحد 5 دقائق. مجرد ما تمشى ديك 5 دقائق غادي يحس راسو كيسخن، غتجيه ديك الرغبه انه يبدا يجري. ومن يجري ما يجيش بواحد السرعه يعني كبيره، يجري بشويه بشويه تيكمل ديك المسافه اللي باغي يدير. بالنسبه للبس، كاينين شي وحدين اللي كتلقاه كيلبس مثلا جوج حاجات ولا سخن وجاكيطا، ممكن كيلبس حاجه ثقيله، حاول تلبس داك الشيء خفيف. لو كنت تلبس جوج حاجات وفوقهم جاكيطا، لبس مثلا بعض الحاجات داك الشيء خفاف، باش حتى ملي كتكون كتجري وكيسخن فيك الدم كتبغي تنقص شي حاجه، كتنقص شي حاجه وحده وما كتعرضش الجسم ديالك للخطر. كاين واحد النقطه اللي كيغفل عليها بزاف ديال الناس في ايام ديال البرد، وهي الماء. لان ماشي بحال الحراره كيحس بالعطش بزاف كيشرب، ايام ديال البرد ما كتحسش بالعطش، ولكن الرده ديالك محتاجه الماء. يعني حاول تشرب الماء ما فيه الكفايه في ايام ديال البرد. بالنسبه للباس، كاين شي وحدين لاخص الناس اللي كيكون غلط بزاف كيحاول انه يلبس ديما ديك اللباس بلاستيكي باش يخرج زعما باش يعرق بزاف. يستحسن انهم ما يلبسوش في الايام ديال البرد، لانه ملي كيلبسو كيعرق، هذاك العرق كيرجع عليه بالبروده. يستحسن ما تلبسش هذيك، حاول تلبس شي حاجه اللي هي مقطنه اللي كتمص ديك العرق باش ما يبقاش يرجع عليك. بالنسبة للمدة اللي خصو يقدر يجريها مثلا الإنسان، كتختلف من شخص لآخر. إذا كان واحد الشخص اللي هو غليظ بزاف وخصو يطيح نسبة الدهون، يعني نسبة الدهون كبيرة عنده الجسم ديالو، طبعا كيحتاج مدة كبيرة. هذاك مدة كتراوح ما بين 30 دقيقة إلى حتى لساعة المقالة، حتى 60 دقيقة. بالنسبة لواحد اللي يعني نسبة الدهون منخفضة عنده في الجسم ديالو كيفكر غير باش أنه ينشف، راه 30 دقيقة كافية، ما يحاولش يكثر بزاف. بالنسبه للانسان اللي هو غليظ يقدر يخرج حتى 3 مرات في الاسبوع. بالنسبه للانسان اللي هو كيفكر غير في الفينيسيون، جوج مرات في الاسبوع كافيه، جوج مرات حتى مره واحده في الاسبوع كافيه، زائد الكارديو في لاصال. بالنسبه للتغذيه، يعني كاين واحد الخطا كيتحط فيه بزاف الناس في الفصل ديال البرد ديال الشتاء، كيكون ليك يعني ماكله فيها الدهون الغير صحيه. واخا في ايام ديال البرد حاول تنظم التغذيه ديالك، تكون تغذية متوازنة، الدهون تكون دهون صحية، ينقص من المأكولات اللي فيها الدهون بزاف، والماكلة ديال الزنقة بصفة عامة. نتمنى هذا الفيديو يكون واضح ويكون الشرح واضح، وما تنساوش دائما جيمو البارطاج، وما تنساوش تابونا معنا في لاشين ديالنا، وان شاء الله نتسناو في مواضيع قادمة ان شاء الله. تحياتي.